بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. علق دخول الجنة في نهاية على المحبة، لأن الشيء إذا علق على شيء كان معلق على شيء آخر، كان الأول معلق على الأخير. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، دخول الجنة متوقف على الإيمان، والإيمان متوقف على المحبة، إذن دخول الجنة متوقف على المحبة. مثل بيقول لابنك: لا أعطيك السيارة حتى تتحصل على رخصة، ولا تتحصل على رخصة حتى تكبر. معناه لا يتحصل شيء إلا بعد أن يكبر. معلق على شيء يكون معلق على شيء معلق عليه. وهذا التعليق معناه دخول الجنة متوقف على تحاب، فهنا لابد من يعني النظر في هذه المسألة. هل الناس إذا كره بعضهم بعض لا يدخل الجنة على ظاهره هكذا؟ الظاهر ليس كذلك، لأن كما هو معلوم أن كراهية مخالفة شرعية، معصية أيا كانت، معصية صغيرة ولا معصية كبيرة مهما كانت، فهي لا تمنع من دخول الجنة في نهاية المطاف. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، لأن من مات على قول لا إله إلا الله دخل الجنة. وذلك لابد من التأويل، يعني إما أن يقال لا يدخل الجنة عندما يدخلها الناس، أو يدخلها المطيعون، أو يدخلها السابقون، فهو يكون محروما من ذلك. فلابد أن يكون له يعني تأويل، وليس كلامه على ظاهره. ولا تؤمنوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. حتى هنا ما بعدها هل هو غاية لما قبلها؟ يعني هل دخول الجنة غايته الإيمان؟ لا، أبدا ليس كذلك. حتى المعروف في حرف حتى أنه يكون إما للغاية، مثل قوله تعالى: حتى سلام هي حتى مطلع الفجر، أتكون للتعليل، بمعنى أن ما قبلها يكون سبباً لما بعدها، جئتك حتى تكرمني. فهنا الجملة التي بعدها لا تصلح لأن تكون مسببة عما قبلها، بمعنى ليس دخول الجنة سبب للإيمان، ولا ما بعدها أيضاً غاية لما قبلها، ليس الغاية من دخول الجنة هو الإيمان. فلا بد من تأويل، إما في أول الكلام وإما في آخره. تأويل إذا كان أول آخر كان يقولوا حتى هنا بمعنى إلا، لا تدخل الجنة إلا أن تؤمنوا.
أو نأول في أول جملة نقول لا يحصل لكم ما يؤدي إلى دخول الجنة إلا بالإيمان، فبحيث يستقيم ظاهر اللفظ هكذا. إما نقول لا يحصل لكم ما يؤدي من الأعمال التي توصلكم إلى الجنة حتى تؤمنوا، هذا جزء من الأعمال وغاية من الأشياء اللي هي توصلكم إلى دخول الجنة، أو لا تدخلون الجنة إلا أن تؤمنوا. أي نعم، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولا تؤمنوا، لا هنا نافية قطعا ليست ناهية، وتؤمنوا ومن أفعال الخمسة، معروف الأفعال الخمسة أنها ترفع بثبوت النون، كان مقتضى القواعد المشهورة، اللغة المشهورة، ولا تؤمنون، ولا تؤمنون بحيث يستقيم مع القواعد، وحذف النون هنا في هذا اللفظ ثابت في الرواية، ثابت صحيح، الروايات الصحيحة ثابت فيها حذف النون هكذا، وروي أيضا روايات في الصحيح أيضا بحذف النون على المشهور على القاعدة، وكلاهما ثابت، والروايات الكثيرة اللي منتشرة في الكتب الآن هي بحذف النون، وهذا له أصل في اللغة، وإن كان ليست هي اللغة المشهورة، لكن له أصل في اللغة ومن شواهد النحو: أبيت أسري وتبيتين وتبيتي تدلكي، أبيت أسري وتبيتي تدلكي، وجهك بالعنبر والمسك الذكي. كان الشاعر مقتضى يقول تبيتين وتدلكين، لكن قال تبيتي وتدلكي، حذف النون الأفعال الخمسة، حذفها جائز لغة وإن كانت لغة قليلة. فالرواية المشهورة في الصحيح نفسها مسلم هي أتت على هذا النحو. ولا نعم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، حظ وتنبيه وتحفيز للأمر الذي يؤدي بكم إلى دخول الجنة، لأن دخول الجنة هو يعني معلق على التحاب. وفي مسألة حتى تحابوا أيضا فيها إشكال ظاهري في من ناحية اللغة، قالوا تحابوا ومفاعلة، تحاب مفاعلة من جانبين، فإذا كان هي على بابها معنى كأن الإنسان مكلف بفعل غيره، يعني وقف دخول الجنة على تحاب يحصل بين الاثنين، والإنسان لا يكون مكلفا بفعل غيره. قالوا المخرج من هذا أو التوجيه للكلام أن الإنسان يكون مكلفا بفعل غيره إذا كان سببا فيه، إذا لست مكلفا بفعل غيرك الذي لست طرفا فيه ولست سببا فيه، لكن مكلف بفعل غيرك إذا كنت أنت السبب فيه، أنت الذي دعوته إلى ذلك، فتكون مفاعلة من جانبين، وتوقف عليها دخول الجنة بصورة من الصور الذي ذكرناها، لكن بالتكليف هو وقع على السبب، إذا أنت فعلت سببا يؤدي إلى ذلك فهذا هو يوقع عليه التكليف. وإذا كان التحاب هو على غير بابه، لأن فاعل يأتي على بابه ويأتي على غير بابه، يعني الشائع فيه قاتل وسابق وهذه على بابه يقتضي فعل من اثنين، ولكن قد يأتي على غير بابه مثل عالج وشفاه الله وإلى آخره. ففي هذه الحالة إذا كان التحاب على غير بابه وهو صادر من جهة واحدة، قالوا كأن التكليف وقع بفعل جبلي، محبة لتقع من الإنسان كأنه محبة شيء فعل جبلي، لا يعني قدرة على الإنسان على أن يتحكم فيه أن يحب أو يكره، فكيف يقع التكليف به؟ يقال أيضا نفس الأمر
والتكليف لم يقع بالمحبة اللي هي الجبلية، وإنما وقع بالمحبة التي يكون لها أثر اللي هي مكتسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يراد بذلك أن تحب له العلم وتحب له المال وتحب له المجد وتحب له الإسلام وتحب له الدين وتحب له الطاعة. هذه ليست أشياء جبلية، فإذا أنت منعت نفسك من ذلك فهذا اكتساب، ليس هو شيء جبلي، لأنك تمنع نفسك من تتمنى له الخير، هذا ليس شيء جبلي. فهذا هو اللي وقع عليه التكليف. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه؟ إذا فعلتموه تحاببتم. نعم. أفشوا السلام. أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم. هنا إفشاء السلام يؤخذ من التعبير هو أنه ينبغي إشاعة السلام، ليس فقط الإنسان يسلم وكذا، بل ينبغي أن يتصف بهذه الصفة، وهي أن يعمل على نشر السلام بقدر ما يمكن، لأن هذا هو المفتاح الذي يوصل إلى التحاب اللي وارد في أول الحديث. إذا أزلت من نفسك يعني الحاجز هذا وقطعت الحاجز بينك وبين أي شخص آخر مهما كان، حتى لو كان هناك بداية نفور أو حتى لو كان هناك نفور كامل، إذا أنت عملت على إفشاء السلام ليس فقط يعني تصير هكذا ممتنع تسلم يعني بكراهية وتسلم غصبا عن نفسك، بل حاول أن تظهر هذا أمر شائع دائما تفشيه وتظهره كل ما أتيحت لك فرصة، كل ما كذا أن تسلم. هذا هو المفتاح الذي يوصلك إلى الجزء الأول من الحديث، وهو التحاب الذي يؤدي إلى دخول الجنة. وفي الواقع إفشاء السلام يعني له آداب كثيرة، وشرعا اعتنت به السنة اعتناء عظيم وبينت أحكامه، وذكروا أنه لابد الإنسان أن يتصف بهذه الصفة المسلم، لأن الاتصاف بها لما تكون بالطريق الشرعي الصحيح ليس بطريق العادة، أن الإنسان يسلم على الأحباب وعلى من يعرف دون من لا يعرف، ويعني يقتصد مثلا ويسلم ربما على الأباعد وعلى أهله لا يسلم. بعض الناس عندما يلتقي شخص في الطريق قد يسلم عليه، لكن عندما يدخل على بيته وعلى ولده وعلى ابنته وعلى زوجته قد لا يسلم. ليس هذا هو يعني ما يتعلق بالسلام، هو إفشاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف. ودائما الإنسان أهله وناسه هم أولى بالمعروف، لأن إذا تكونت الأسرة والعلاقة بين الرحم والأحباب والقرابة على صورة صحيحة ينشأ المجتمع نشأة صحيحة. والسلام من حق المسلم على المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس شمت فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. من حقوق المسلم على المسلم. وذكر العلماء في كتب الفقه الأداب المتعلقة بإفشاء السلام، وأنه سنة مؤكدة، وأن رده واجب، والإنسان ينبغي عندما يسلم بلفظ الجمع لا بلفظ المفرد، حيث تدخل الحفظة مع الملائكة مع الذي تسلم عليه السلام عليكم، لا تقول السلام عليك وعليكم السلام، ولا تقول وعليك السلام، يكفي لو قلت، لكن أفضل وأكمل أن تسلم بلفظ الجمع، بحيث يدخل الملائكة والحفظة في الرد وفي البدء، ويجوز البدء والرد بلفظ واحد. وارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر وغيره كان يستعمل لفظا واحدا في الرد وفي البدء، يقول إذا قال لك أحد السلام عليكم يجوز أن تقول له السلام عليكم، ويجوز أن تبدأه بعليكم السلام، وهذا يكفي في السنة. ولكن لو أتيت برحمة الله وبركاته يكون أكمل وأحسن، ولكن لا تزل على ذلك، فقد ورد النهي عن بعض أصحاب عن عبد الله بن عباس أنه
نهى من زاد على وبركاته، قال ينتهي السلام عند قوله وبركاته. فإذا السلام وإفشاؤه ينبغي المسلم أن يتصف بأحكامه المتعلقة به بحيث يؤدي آثاره المترقبة والمنتظرة منه، ويبث الألفة والمحبة والمودة بين المسلمين. اي نعم، هو هذا السبب، يعني بحيث يبقى هو لانه مطالب بفعل السبب الذي يؤدي الى المحبه، لكن مش مطالب بفعل الطرف الاخر نفسه، يعني مطالب بما يعني مكلف بالسبب الذي يؤدي الى المحبه ولا يقطعها من الطرف الاخر. الظاهر أن لأن والد عبد الله بن عباس أنه نهى رجل قال حاول يزيد بعد وبركاته، قال السلام ينتهي عنده وبركاته. السلام عليهم عليهم السلام عليهم. لا هذا من العامة، كلمة ليس من أهل العلم يقول الكلام هذا، كنا عامة. ها إلى هذا العامة والشباب لما يبقوا كي خالف تشهر ويعمل شيء، يعني ما هو لأن هذا الوارد السلام عليكم. وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وأمر جاء الأمر به في القرآن، ومراد بالسلام على أنفسكم أن يسلم بعضكم على بعض، لأنه ليس مراد يسلم ساعة نفسه، وإنما جعل أخاك المسلم كنفسك، نزل يعني المسلم منزلة نفسك، كأنك عندما تسلم على غيرك كأنك تسلم على نفسك، مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، معنى لا يقتل بعضكم بعضا، لأنه ليس يعني من يحتاج إلى نهي أن الإنسان يقتل نفسه، لا تحتاج إلى نهي أن الله عز وجل ينهاك أن تقتل نفسك، هذا لا يحتاج إلى نهي. فمراد لا يقتل بعضكم بعضا، فنزل أخوك المسلم منزلة نفسك، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أن يسلم بعضكم على بعض، السلام عليكم. قال وحدث ايش؟ بعض البلدان إيه؟ مختلطة بميلة أخرى مثل النصارى والله كذا، هل كلما يجد الإنسان فرد يحمله على الإسلام والله؟ يحمله على الإسلام؟ إيه مثلا يكون بيسلم عليه، ممكن لو أن تشكل النصراني مثلا بيجي يسلم عليه. هو الإنسان إذا كان مش متحقق من أنه مسلم يقول السلام فقط ولا يقول السلام عليكم. قال وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الإسناد فيه سفيان الثوري سأل سهيل ابن أبي صالح ليحلف له بعض رجال الإسناد، كان سفيان يطلب علو السند من سياق الحديث. قال سفيان أقل الحديث قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك، يعني عمرو بن دينار. سفيان روى عن عمرو بن دينار عن القعقاع عن أبي صالح اللي هو أبو سهيل.
قال ورجوت أن يسقط عني رجل. قال لي، قال هنا سفيان يكلم، سفيان يكلم سهيل، ذكر له هذا، قال لو أني رويت هذا الحديث رويته عن عمرو بن دينار عن القعقاع عن والدك، أخبرته بما حصل لي ورجوت، يقول سفيان ورجوت أن يسقطني بعض السند، لأنه كان يؤمل أن سهيل عنده سند أعلى من هذا السند، فيريد أن يسمعه عاليا، سفيان يريد أن يسمع سند عاليا. نعم. قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي، يعني سهيل، لأنه قال أنا سمعت الحديث هذا من الذي سمع من شيخ أبي، فإذا هنا يستطيع سفيان أن يتحصل على إسقاط والد سهيل، ما عاش عند أبي حاجة، ثم بعد ذلك رواه. نعم. سفيان عن عطاء، ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن سهيل عن عطاء. فأسقط له اثنين، أسقط له القعقاع وأسقط له والد سهيل بن أبي صالح وأبو صالح، فاستفاد يعني علو السند من بإسقاط رجلين. قال كان صديقا له بالشام، ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. هذا حديث من أفراد مسلم لم يرد في البخاري، وقال ليس لتميم الداري إلا هذا الحديث فقط، ليس له حديث في البخاري وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، اللي هو وهو حديث عظيم، حتى إن خطابي وبعض العلم قالوا مدار الدين على أربعة، حديث منها الدين النصيحة، النووي قال بل مدار الدين كله على هذا الحديث، على الدين النصيحة. بالفعل لأنه إذا فسرنا الدين النصيحة، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم لمن، فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فقد شمل الدين كله، لأن النصيحة لله معناها الإيمان به، ومعناها توحيد الله عز وجل، ومعناها تنزيهه عن النقائص، ومعناها يعني طاعته، وأن ترغب فيما يحبه وتبتعد عما يسخطه، هذا أساس الدين. وكذلك فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، يعني النصيحة لكتاب الله أن تصدق بأنه كلام الله عز وجل، ويعني تتحاكم إليه في أمرك ونهيك وأخذك وعطائك وأدابك، ويعني تقرأه وتتلوه وتعمل بما فيه، فهذا أيضا هو كل الدين. وكذلك النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التصديق بنبوته وتوقيره وتعزيره ومحبته على النفس وعلى المال وعلى الأهل، وتحكيم التحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا هو أساس الدين. وكذلك النصيحة لولاة الأمر، معنى طاعتهم في المعروف مقيدة بطاعة الله تبارك وتعالى، ومناصحتهم وأمرهم ونهيهم وتذكيرهم وتنبيههم وتنبيههم إلى ما يغفلون عنه، وعدم إغرائهم بالمدح الكاذب، يعني هذا أيضا من أساس الدين لتستقيم به الدنيا وولاية الأمر. ثم النصح لعامة المسلمين بتعليمهم وتوجيههم والستر عليهم ومحبتهم والذب عن أعراضهم والحفاظ عن أموالهم وعلى دمائهم، هذا لا شك أن هذا الدين يعني مدار الدين على هذه المسائل كلها، لا يخرج شيء عن هذا. فهذا هو الذي جعل الشيخ النووي رحمه الله يقول بل مدار الدين كله على هذا الحديث، الدين النصيحة. وذلك جاء بلفظ القصر، يعني كأن لأهمية النصيحة كأنها صارت هي الدين كله، قصر الدعائي لا شيء يخرج عنها. وقالوا كلمة النصيحة، هناك ثلاث كلمات في اللغة معانيها الشرعية جامعة لكل خير، قليلة اللفظ واسعة المعنى، لا تستطيع أن تحصل معاني الفلاح اللي فيها والخير تجمع خير الدنيا والآخرة، كلمة فلاح وكلمة البر وكلمة النصيحة، ثلاث كلمات هي قليلة اللفظ عميمة المعنى، تجمع
خيري الدنيا والآخرة. إذا كان عبر يقول يعني فلان فالح أو من المفلحين أو يسعى إلى الفلاح معناها يسعى إلى خير الدنيا والآخرة. وكذا كلمة النصح أن تتمنى لغيرك عندما تنصحه يعني جميع الحظوظ التي تصلح أمره ولا تغشه، يعني صلاح الأمر مراد به الصلاح الشرعي، ليس هو صلاح أن يأخذ المال ولا يحصل زوجة جميلة ولا صالحة ولا يحصل سيارة ولا يحصل بيت، بل الصلاح الشامل العامل العام الذي ليس وراءه منغص، ليس معه منغص، وهو ما ينفعه في دنياه وفي عاقبته. فكلمة النصح وكلمة كذلك البر وكذلك الفلاح ما كلمات القليلة اللفظ الجامعة للمعاني العظيمة. والنصيحة لأهميتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها على بعض أصحابه ضمن يعني البيعة، كما يأتي في حديث جرير بن عبد الله البجلي، يعني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي بعضها شهادة أن لا إله إلا الله، والنصح لكل مسلم، يعني جعلها عقد من عقود الإيمان، من عقد مكملة ومتممة لعقد الإيمان، يعني ليست من الأمر الهين، يعني ليس مجرد أن شيء يعني ثانوي إذا عرض لك أن تنصح أو تنصح ولا لا، بل هي كأنها جزء من عرى الإيمان، من وثائق الإيمان، من أساسياته، من أركانه التي لا بد منها المسلم أن يحافظ عليها، كما أخذ عليه العهد في إقامة الصلاة والزكاة والعهد بالتوحيد وكذا، أخذ عليه العهد بالنصيحة لكل مسلم. نعم. قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي ابن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أمية بن بسطام قال: حدثنا بسطام بالكسر الباء. نعم. وحدثني أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا روح وهو ابن القاسم قال: حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وذلك جرير بن عبد الله يعني على قاعدة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا سمعوا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته أو من كتاب الله عملوا به وطبقوه وصار خلقا لهم. وذلك روى الطبراني قصة مشهورة عندما بعت مولاه لأن يشتري له فرسا فاشتراه له ب300 درهم، وأتى هو والبايع إلى جرير ليقبضه الثمن، فلما نظر جرير إلى الفرس وأعجبه قال للبايع: فرسك يساوي 400 لا يساوي 300. ثم نظره مرة أخرى وقال له: فرسك يساوي 400 500. ثم نظر ثالثة ورابعة حتى وصله إلى 800، وفي كل مرة يقول له البايع: ذاك إليك يا أبا عبد الله. الرجل يعني ماذا يصنع بعد ما هو يريد تحصل على المال هكذا؟ كل مرة لا، لم يقل له لا. فلما سئل جرير عن ذلك قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فهذا من تمام الوفاء بالبيعة، والإنسان لما يبايع ويعاهد ينبغي أن يفي، فهو الرجل قد وفى. نعم. كيف التوفيق بينه وبين الحديث: دعوا الناس في غفلاتهم؟ أدرك
يعني يبين الحلال والحرام، وهذا يبين الكمال. جرير أراد أن يوفي، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. أراد أن يوفي يعني يعطي الحق ويوفي الميزان. هو المطلوب منك أنك هو الوزن بالقسط، وأقيم الوزن بالقسط، هذا هو محل الحلال والحرام، وهذا هو المطلوب من المسلم، ألا يبخس الميزان وألا يأخذ من الناس حقوقهم، لكن إذا أراد أن يزيدها على الحق فذلك من باب النصح للمسلم والوفاء، ويعني هذا يعد يعني مكرمة، ويعد نوع من الفهم اللي ينبغي كله يدخل ضمن سياق الحديث هذه اللي هي المحبة، واللي بيدخل الجنة ولا تؤمن حتى تحابوا حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، كله يدخل في هذا السياق. شيخ، ما وجه اقتصار جرير على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح يعني من غير هو زي ما ورد في الروايات السابقة في أحاديث الإسلام، أحيانا يذكر الصلاة والزكاة فقط، أحيانا يذكر الصوم، أحيانا يذكر الحج، أحيانا لا يذكر، لكن كلها تدخل في الطاعة. باقي الأركان الأخرى بيعه على الطاعة، فالمبايعة على الطاعة تشمل كل باقي أركان الإسلام ما ذكر منه وما لم يذكر، لأنه ذكر في بعض الروايات الشهادة وبعضها لم يذكر فيها، وبعد اقتصر فيها على الصلاة والزكاة. فهو دائما الحديث هذه لا تجد حديثا واحدا ذكر كل يعني متعلقات الإسلام، لأن متعلقات الإسلام كثيرة، فيذكر في بعض الروايات بعضها، في بعض الروايات الأخرى البعض الآخر اللي تحصل على البيعة، لأن حصل البيعة على ألا يسرقوا ولا يزنوا، وحصل البيعة على النصرة في المنشط والمكره والمغنم، يعني البيعات كثيرة جدا وفيها ألفاظ متعددة هي أيضا، لكن كلها تجمعها البيعة على الطاعة، والبيعة على الطاعة تدخل فيه كل أركان الإسلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني على السمع والطاعة، هذا يعني يشمل كل أركان الإسلام. فلقنني فيما استطعت والنصح لي، فلقنني فيما استطعت، زاد اللفظة هذه يعني على السمع والطاعة وإقام الصلاة والنصح لكل مسلم، ثم زاد في بعض الروايات فيما استطعت، بمعنى لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ينبغي أن تحرص على هذا ما استطعت. فيما استطعت خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لجرير، أو جرير نفسه يحكي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. الرواية واردة بفتح التاء وضمها. فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته: قال حدثنا سيار قال: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي ابن بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا حديث آخر،
يتكلم عن النهي عن المعاصي والتغليظ فيها والتشديد عليها، وأنها تنافي الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا الحديث تمسك بظاهره الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وتمسك به المعتزلة والذين يقولون بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. قالوا هذا حديث نفى الإيمان عن صاحب المعصية الزاني والسارق وشارب الخمر. قال الخوارج ليس بعد الإيمان إلى الكفر، ليس هناك واسطة بينهما. ما دام الحديث نص النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان، معناها دخلوا الكفر، ليس هناك واسطة. والمعتزلة قالوا صحيح الحديث نفى الإيمان، لكن لم ندخلهم في الكفر للأحاديث الأخرى التي بينت أن من مات لا يشرك بالله شيئا لم يخرج من الإيمان. يعني إذا كان لم يشرك وما زال على التوحيد، دلت الأحاديث الأخرى على أنه لم يخرج من الإيمان. لكن بحيث نجمع بين تلك الأحاديث التي دلت على أن من لم يشرك لم يخرج من الإيمان، وهذا الحديث الذي قال ما ارتكب المعصية لا يكون مؤمنا، نجعلهم في منزلة بين المنزلتين، نفي عنهم الإيمان بهذا الحديث ونفي عنهم الكفر بالحديث الآخر. فإذا هم بقوا في منزلة بين المنزلتين، لا هم مؤمنون ولا هم كافرون، ويخلدون في النار. هذا وجه استدلال المعتزلة واستدلال الخوارج بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وجمهور العلماء وأهل السنة والجماعة يردون عليهم بحديثين صحيحين في البخاري وفي مسلم. حديث أبي ذر أتاني جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل وقال إن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق. قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق. قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. ثلاث مرات يكررها أبو ذر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له وإن زنى وإن سرق. وفي الرابعة قال له على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول على رغم أنف أبي ذر ويكررها. والحديث الآخر حديث عبادة بن الصامت أيضا في الصحيح، وهو أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسرق ولا يزنوا ولا يعصوا، فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن فعل من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن فعل من ذلك شيئا ولم يعاقب في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قالوا ما دام هو من فعل من هذه الموبقات شيئا فهو إلى الله، ولم يتب ولم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عاقبه. هذا يدل على أنه مؤمن قطعا، لقول الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لو كان هو غير مؤمن لا يمكن يدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يمكن يدخل الجنة. فإذن هو لم يخرج عن الإيمان، لابد أن يكون مؤمنا. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا أقل من الشرك، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وكذلك من الأدلة العقلية الصحيحة اللي واضحة وبينة قول بإجماع المسلمين أن عقوبة الزاني تختلف من زاني محصن وبكر مثيب وإما بكر، ومن حر ومن عبد. فالمحصن يرجم والبكر يرجم والعبد نصف. قالوا هذا يدل على أنه ليس هناك كفر، لأن التكليف إذا كان هناك كفر لا يختلف، كفار لا يختلف عقابهم. إذا وجد كفر بعد ذلك ليس هناك مجال لأن تفرق في الكفر بين أن يأخذ واحد نصف عقوبة وواحد عقوبة رجم. إذا كان هناك كفر ليس هناك هذا التفصيل، معنا هذا التفصيل ثابت بإجماع المسلمين. فالأدلة العقلية والأدلة النقلية كلها تدل
على أن الكبائر لا تخرج عن الإيمان، وإن ادعى الخوارج والمعتزلة أو استدلوا بظاهر هذه النصوص على استدلالا غير صحيح، استدلالهم بذلك غير صحيح. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني جملة حالية، فلا يزني النفي غير مسلط هنا على فعل الزنا، يعني لأنه الزنا واقع لا محالة، لا يمكن أن ينفى، لأن رفع الواقع محال، لكن مسلط على الزنا المقيد، يعني ليس هناك إيمان وقت إنسان يزني، ليس هناك الزنا أو الإيمان المنفي هو حال الإنسان عندما يزني وهو مؤمن في حال الزنا، لا يكون إيمانه كاملا، يعني الزنا موجود ليس منفيا، لكن المنفي هو كمال الإيمان. فالنفي مسلط على المقيد مع قيده، ليس على المقيد فقط، ليس مسلط على الزنا لأن الزنا واقع، مثل قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني النفي مش مسلط، مش غير مسلط على خلق السماوات والأرض، الله عز وجل خلق السماوات والأرض، لكن مسلط على خلقهم لعبا، مسلط على اللعب، اللعب منفي، بل خلقهما بالحق. كذلك الزنا غير منفي، الزنا قائم، لكن الإيمان هو اللي منفي في وقت الزنا. والإيمان هنا أيضا الإيمان الكامل، مثل باقي الأحاديث الأخرى ليرد فيها نص نفي الإيمان على مرتكب المعصية، بحيث نخرج من إرادات الجماعة اللي كفروا بالمعصية، يحمل الواحد من اثنين، إما على المستحل، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى إذا كان مستحلا للزنا فينتفي عنه الإيمان بالكلية، لأن من استحل شيء معلوم من الدين بالضرورة ومن القطعيات في الشريعة وهو محرم فيخرج من الإيمان لا شك في ذلك. وإما يحمل الإيمان على كمال الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان. ورد في الشريعة كثير من الأوامر والنواهي محمولة على التغليظ والتنفير والتحذير من المعصية، فلا تحمل على ظاهرها إلا لمن استحلها، مثل قول الله تعالى ومن لم يكفر بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، هذه محمولة على المستحل أو محمولة على التغليظ، بمعنى أنه فعل فعل غير المسلم، من تعدى على ذلك وهو غير مستحل فعقوبته عظيمة وشأنه خطير، لأنه فعل فعل غير المسلم، ما ينبغي له أن يفعل هذا الفعل. فإما أن يكون محمول على التغليظ، وفي حالة إيمان يكون محمول على نفي كمال الإيمان، وإما أن يحمل على المستحل للمعصية. هذا هو توجيه ما ورد من مثل هذه النصوص من تصريح برفض التكفير، يعني بين المسلم وبين الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقتل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كله محمول على هذا. قاتل المسلم ليس كفر، معصية كبيرة، لكنه ليس كفر إلا إذا استحله الإنسان. شيخ نعم ايش السؤال؟ اي من تاب تاب الله عليه، التوبة واجبة، والتوبة واجبة على الفور، التوبة يعني بإجماع الأمة أنها لا يجوز تسويف فيها ولا انتظار ولا تأجيلها. لا يقول الإنسان مثلاً سأمنع الربا بعد شهر ولا بعد شهرين، من أكبر المعاصي من تسويف إبليس. الإنسان إذا أراد أن يتوب المؤمن عليه أن يتوب عفوا ولا يؤخر، ولا ينتظر إلى بعض الناس ينتسبوا إلى التصوف يقولوا يعني بنتوب لكن الليل نتلاقى انا والشيخ باش بتوب بين يدي الشيخ، لا يجوز، حرام، ما يجوز التوبه. اذا الانسان
إن قلبه ناب ورجع وندم عليه على الفور أن يتوب، ولا ينتظر أحد، ولا تحتاج إلى إذن أحد على الإطلاق. فهذا الواجب على المسلم. أما إذا سوفها فقد يخطفه الموت قبل أن يصل ويموت على معصية والعياذ بالله. فالتوبة واجبة، ومن أساسها ومن أركانها الإقلاع على المعصية والعزم والندم، هذه أركان التوبة. شيخ، هل يعد من قبيل قول الخوارج والمعتزلة القول بأن من مات في حال الزنا أو في حال السرقة فهو غير مؤمن، من مات في حال ارتكاب تلك المعصية؟ لا، ولو يعني ولو لا يكون لا يرتفع عنه الإيمان يرتفع ترتفع مهابة الإيمان ونور الإيمان صحيح، لكنه ينتقل من الإيمان إلى الكفر، يموت كافرا إذا كان هو موحد ولا يستحل، فهو مات في الذنب ومات على المعصية ومات وهو مصر على معصية غير تائب منها، فهو لا يزال فيه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. عفوا شيخ، القول بعدم إعادة الصلوات السنين المتروكة استنادا لحديث العهد الذي بيننا وبينهم، هذا هل يستلزم إحباط جميع الأعمال السابقة من خيرات وصدقات وفعل البر؟ لا، هو اللي يذهب مذهب الكفر تأكيد يعني يحبط العمل كله السابق، يعني لأن أشركت ليحبطن عمله، كل أعمال الخير والبر كلها تنتهي والمعاصي كلها تنتهي، لكن هذا يعني أمر عظيم جدا وخطير، الحكم بالكفر سامع ميشن. لو هناك وجه واحد فقط يعني هو يحمل الإنسان على الإيمان و 99 يحملون على الكفر، فينبغي أن يحمل على الإيمان، لا يحمل الإنسان على الكفر، لأن الكفر شيء خطير شيء عظيم، ينبغي أن يحكم به على المسلم بأي صورة من الصور. ولكن وعدم قضاء الصلوات، هناك حتى من لا يرى كفر ترك الصلاة ولا يقول بالقضاء، يعني القضاء ليس مربوطا بتكفيره، مربوط أن أهل الظاهر يتمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النائم وذكر الناس فقط ولم يذكر العامد، فهذا يدل على أن العامد يعني لا يجب عليه قضاء. وهذا طبعا من الوقوف على حرفية النص والإفراط في الأخذ بالظواهر، لأن هناك قياس يسمى قياس الأولى ولم يأخذ به، لأن أهل الظاهر لا يأخذ بالقياس أساساً، ليس من يعني من أصولهم، فهذا من هنا وقع الخلل. وإلا الأدلة تدل على أن العامد من باب أولى، لأن إذا كان الناس وهو معذور أمر بالقضاء فمن باب أولى من كان متعمداً لترك الصلاة. وردت نصوص في الشريعة تدل على أن العامد غير معفى من القضاء، منها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق شغلوه عن ثلاث صلوات وصلها بعد أن فات وقتها، بعد أن فات وقتها وصلها قضاء، وهي لم تكن منسية وإنما كان شغل عنها، قال شغلنا عن الصلاة، فهنا يعني ليس نسيان، هنا صلى صلاة بعد أن خرج وقتها ومع ذلك قضاها. الاستثناء في الايمان جائز، يعني يقول ان شاء انا مؤمن ان شاء الله، يعني اذا كان على وجه التبرك فهذا يعني على وجه يعني الخوف على العاقبه، لان الانسان لا يدري العاقبه، لان الامور بخواتيمها. اذا كان يقصد به ان ان شاء الله يموت على الاسلام ويختم الاسلام فهذا لا باس به، لكن ما كانوا يستحبون السلف، ما كانوا يحبون أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لم يجري بها عملهم، لأن فيها إيهام عدم اليقين وعدم الجزم، هذا الذي لا يحبون من أجله. لكن لو كان هي المقصود منها كما قلنا العاقبة فلا حرج، يعني إن شاء الله أموت على الإسلام. يعني قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن
ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هنا مسألة أخرى، مسألة النهبة. النهبة هو خطف الشيء من غيرك، تخطفه هكذا خطفا، ويعني ليس في الخفاء وإنما علنا، بيده شيء فتخطفه منه فيتعلق قلبه به ويتعلق أبصار الناس به، وهذا معصية ومن الكبائر، نص عليه العلماء أنه من الكبائر، ورد النهي عنه في الأحاديث الصحيحة، ولأن فيه إفزاع للمسلم وفيه يعني أذى وفيه ضرر وفيه وترتب عليه أحقاد وكراهية وضغينة، والناس قد يستعملون أحيانا في المزاح وهو مزاح مذموم أو ما ينبغي المسلم أن يفعله. ونهبة ذات إيش؟ نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصار، يعني ذات شرف إما لها قيمة ويعني الناس تتعلق بها، أو يستشرف تستشرف لها النفس وتتطلع لها النفس وتحبها، فهو يعني يأخذها وينهبها. فاستشراف هو التطلع، يعني يستشرفها مثلا في حديث الأضحية، يستشرف الأذن يعني يتأمل الأذن ويطلع عليها بها نقص أو بها عيب أو بها كذا. المرأة إذا خرجت يستشرفها الشيطان، يطلع عليها ويتأمل في أمرها ويغريها ويقول لها أنت لباسك جميل والناس معجبون بك ويحبونك، تطلع يعني الاستشراف، كلمة يستشرف يعني يتطلع إلى الشيء ويحبه ويتأمل فيه وينظره، واللفظ كثير هذا. فالحديث فيه نهي عن مسألة النهبة، وهو اختطاف الشيء من يد صاحبه من غير استئذان منه. ما في ذلك شك، يعني هو نفي الإيمان كما قلنا محمول على واحد من أمرين، إذا كان حقيقة الإيمان فهو محمول على من يستحل ذلك، ولا شك أن من يستحل إفشاء الخمور أو المخدرات أو الزنا يرتفع عنه الإيمان حقيقة من يستحل ذلك، فمثل من يستحل الزنا. وإذا حملنا نفي الإيمان على نفي كمال الإيمان فهو أيضا يسري على هذا ويسري على صعب، لأن ربما ضرر من يسعى إلى نشر الزنا والخمور والمتاجرة فيها أو حظ الناس عليها وتحفيزهم بها وإغراءهم بها، هو ضرره أشد من ضرر الزاني نفسه، لأن الزاني ضرره على نفسه ومعصيته قاصرة عليه، لكن من يفعل هذا الإثم فهو ينشر الإثم وينشر المعصية وينشر الفساد، فضرره أشد من ضرر الزاني في حد ذاته، وهو أحق برفع الإيمان عنه ونفي الإيمان عنه. شيخ، هل له حكم الرفع هذا زيادة أبي هريرة؟ هل له حكم الرفع زيادة أبي هريرة؟ نعم، أيوة، رواية أبي هريرة اللي قال وإيه؟ يلحق معهن ولا ينتهي. يلحق معهن رواية وليس رأيا. هنا أبو هريرة يلحق معهن النهبة، يلحقها رواية وليس رأياً منه. نعم. خارج وقتها نسياناً أو سهواً. نعم. الصلاة خارج وقتها نسياناً أو سهواً، هناك من يرى بأنها أداء، هل هذا الذي يصل؟ أداء. أي لا. نعم، هو هذه مسألة اصطلاحية، هي مسألة اصطلاحية لا علاقة لها بالحكم الشرعي من حيث الإثم وعدمه، هو آثم. لكن نسميها أداء ولا قضاء مجرد اصطلاح فقط، المالكية يسموها قضاء، ولكن غيرهم الحنابلة غير لا يسمونها قضاء، يسمونها أداء. لو صليت العصر بعد أداء المغرب وصليت كذا قد لا يسمونها قضاء، بعض العلماء لا يسمونها قضاء، لكن هو آثم عند الجميع إذا كان ترك الصلاة حتى خرج الوقت المحدد لها الذي حدده جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وحدده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة تكاسلا من غير عذر، فهو آثم سواء سميته قاضيا أو سميته مؤديا للصلاة. فمسألة الأداء ولا قضاء مجرد اصطلاح فقهي. لكن لو لما يقول ما بين هذين الوقت، نعم، حديث جبريل ما بين هذين الوقت يعني بين الصلاتين
ظاهر الحال لم يخصص كونها سهوا او عمدا يعني، فهي بعمومها قضايا ينتهي الزمن، فتسميتها اداه يعني ظهر لا ما بغض النظر، لكن هو من ناحيه المؤدى من ناحيه النتيجه هي واحده، لانهم يتفقون على ان تاخير على الصلاه هو اثم، لا مشاحة في الاصطلاحات مثلا لا يتعلق بها حكم شرعي، انك سميتها هكذا وسميتها أداة وسميتها قضاء والحكم واحد، ما هي النتيجة اللي بيترتب عليها مخالفة لها؟ ما في شيء. غاركون لعل بينتج عليها النبي يظن أن امتد له الوقت يعني يكون سهل. لا لكن ما هو أنت تشوف الآثار، ما هي الآثار؟ الآثار اللي ترتب على هذا يعني أنت الإنسان إذا أخر الصلاة عن هذا الوقت من غير عذر فهو آثم، لكن تسميها قضاء وتسميها أداة حتى بتن عندما تقسيم الوقت إلى وقت اختياري ووقت ضروري، أيضا الصلاح من ما لا يقسم هذا التقسيم؟ فالغرض هو من ناحية الآثار المترتبة على تأخير الصلاة عن وقتها هم يتفقون عليه، التأخير من غير عذر يعني صاحبه آثم، لكن مع ذلك الصلاة من تركها ناسيا أو عن نوم فهذا بالاتفاق بإجماع المسلمين أنه يجب عليه أن يقضيها، اختلفوا بعد ذلك في من تركها متعمدا، الجمهور على وجوب قضائها، ولكن أهل الظاهر يقول لا، ظاهر الحديث هو أن من ترك ناسيا أو نائما يقضي ومن بعد ما عدا ذلك لا قضاء عليه. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسم، هذا هو الأصل فيه، ولكن يطلق أيضا على كل سرقة من المال العام، ولا يطلق التوسع فيه، فصار الغلول كل ما يأخذ شيء من المال العام من غير وجه حق فهو غلول، وإن كان أصله هو الأخذ من الغنيمة قبل القسم. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هنا ذكر ابن مالك مثال لحذف الفاعل وهو قليل،
يعني يحذف الفعل كثير ويحذف الخبر كثير ويحذف المبتدا كثير، لكن الفاعل حذفه قليل. وهنا ابن مالك ذكر مثال لحذف الفاعل، قال ولا يصح رجوعه على الزاني، لأن بعد ذلك يكون مقيد، النهي على الخمر مقيد بالزنا، وليس مرادا، المراد هو يعني الخمر في حد ذاته أيضا من يشرب الخمر يكون من وقت شرب الخمر. لكن لو قلنا ولا يشرب الخمر أي الزاني، معناه كذا النهي لابد يكون مقرون بين الزنا وشرب الخمر، وليس مرادا في الحديث. فهذا المثال يعني لحذف الفعل، تقدير ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد. والتوبة معروضة بعد، يعني هذا حتى على التوبة. السؤال ذكر الأخ قبل قليل، يعني هذه المعاصي هي موجودة، والله عز وجل عرض عليكم التوبة، فسارعوا إلى التوبة. التوبة معروضة من الله عز وجل على العصاة رحمة بهم، يعني لم يقفل عليهم الباب، وهذا من فضل الله. وإيه لو كان ارتكب معصية الله عز وجل يعرض عنه زي ما يفعل البشر، من تسيء إليه يعرض عنك تبقى مصيبة. فمهما ارتكب الناس من ذنوب ومن آثام مهما بلغت التوبة، ما دام لم يعني ينفذ وقت التوبة، الإنسان لا يزال في قدرته وفي إمكانه ولم يكن إيمانه إيمان مضطر، فالله عز وجل يقبل التوبة. لكن إذا وصل إيمان مضطر زي مال الغريق، الآن وقد عصيت قبل، لا يفيد. إذا وصلت الغرغرة الإنسان يعني بلغت الروح الحلقوم في ذاك الوقت أراد أن يتوب، لا تقبل توبته عند اليأس، ما في فائدة، لأن الإيمان والكفر والتوبة والمعصية هي لابد أن تكون كسب من الإنسان وعمل باختياره حتى يجد ثمرته. أما إذا كان هو مكره عليه ومضطر إليه اضطرار، ما ينبغي أن يجني من ذلك شيئا. قال قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال لا يزني الزاني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة. على ذكر ابن مالك الشيخ، ما يحكى أنه جلس له علماء الأندلس في تصحيح كتب السنة البخاري فقط أو كتب السنة كلها ما مدى صحة الرواية. هو المشهور أن البخاري، هذا الرواية المشهور أنه راح إلى الشام وسمع له 70 من أهل الحديث والرواية وقرأوا عليه البخاري وصحح له من الألفاظ وما فيه وجهان يعني من اللغة، قيدوه سجلوه، وكانت هذه من أوثق رواية سماع صحيح البخاري اللي هي طبع عليها بعد ذلك الصحيح. هذا المشهور فيه ما فهم. شيخنا بعض الأسئلة. سؤال أول، فضيلة الشيخ ذكرتم بالأمس أن الشخص له الحق في مرتب واحد إذا هو اشتغل، وأنا أتقاضى مرتبا من التعليم كمدرس وفي نفس الوقت أشتغل تبع الأوقاف إماما للأوقات في أحد المساجد وأتقاضى على ذلك مكافأة من الأوقاف، فما الحكم؟ هذه تحكمها اللوائح. في السابق حسب ظني عندما كانت مكافأة الأوقاف يعني ثمن بخس دراهم معدودة وتعطى لأهلها بعد شهور عديدة، ويعني يرونهم الإذلال والمهانة والاحتقار وأن هذا المنصب يعني لا قيمة له ولا يؤبى له ولا يلتفت إليه، ويعني هم عيوننا في ذلك. فهذه لا تسمى مرتب، من أخذها بإضافة لمرتب ينبغي أن يأخذ معه مرتب، لأنها لا تغنيه ولا تكفيه، وهي أساساً هي ليست معمولة لأن تكفي. فإذا كانت لا على ذلك النسق بين اللوائح اللي تحكم تلك المكافآت هي اللي تحكم المكافآت الحالية حتى بعد أن زادت، فالله أنه لا حرج، لكن يرجع فيها إلى اللوائح المنظمة لعمل الدولة، قوانين الدولة المالية. لابد من الرجوع إلى اللوائح في المسائل الدنيوية الموضوعة لحفظ مصالح الناس. هاي الناس يصطلحون على ما يرونه أنسب و يحقق لهم من المصلحة ما أمكن ويدفع عنهم المفسدة ما أمكن، لأن المصلحة الكاملة غير موجودة والمفسدة الكاملة غير موجودة، وهناك يعني موازنة. فالناس العقلاء عندما يصيغون قوانين أو لوائح لتنظيم حياتهم، ما دامت هذه القوانين وهذه اللوائح لا تتعارض مع شرع الله، فينبغي أن تكون ضمن الشرع أيضا، لأن الشرع يبحث عن مصلحة أين موجود، أين موجود المصلحة، فهنا هو شرع الله سبحانه وتعالى. ما دام ما فيش نص يعارضها يرجع إلى
النصوص المنظمة لهذه المصالح واللوائح بأي في قوم القوانين المتعلقة بشؤون الدولة، ما دام إنسان لم يخالف هذه النظم وهذه المصالح اللي أقرها ولي الأمر وأقرها جماعة المسلمون فلا حرج عليه. عندما يخالفها ينبغي أن يقال له أنت خالفت، لأن هذه وإن كانت مخالفة في ظاهرها هي مخالفة قانونية لكنها في الواقع مخالفة شرعية، لأن أقرتها جماعة المسلمون وأقرها الولي الأمر و تحقق لهم مصالحهم، وينبغي أن تكون هي مشمولة بأحكام الشرع، لأن ما في شيء هو خارج عن أحكام الشرع. كل ما يصدر من المسلم والدولة المسلمة ينبغي أن يحكم عليه بحكم، لابد أن يكون حرام ولا مكروه ولا جائز ولا مندوب ولا، لكن لا يكون هكذا. فما كان يحقق المصلحة فهو جائز، وعليه كل مسائل هذه اللي الآن الناس كثير ما يسألون عنها ويشتكلون في أمرها ولا يتبين لها أمرها. لا ينبغي أن تبحث عن مثل هذه المسائل لكل مسألة وكل جزئية حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا آية من القرآن، لأنك لا تجد. هذه يعني مسائل متكررة ونوازل بالآلاف آلاف الآلاف في كل وقت وكل عصر تختلف، فيحكمها ضابط واحد وهو تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. ليس كلها تحكمها نصوص جزئية تحكم عليها بالمنع وبالإذن وغير ذلك، وذلك لابد من الرجوع إلى من يضعون مثل هذه القوانين وهذه اللوائح، فيسأل هل تطبيقها هنا تطبيق موافق لما وضعه الناس لمصالحهم أم مخالف. فإذا كان مخالف ينبغي أن يكف عنه الإنسان، وإذا كان موافق يبقى هو موافق للشرع. شيخ، أحيانا أريد أن أسأل أسئلة في درسكم لكن كثيرا ما يمنعني من ذلك أن أتهم بالتعالم من قبل الحضور، علما بأنني أعرف إجابة بعض الأسئلة لأنني سمعتها منكم في السابق، لكني أرغب في أن تعم الفائدة، فما حكم الإحجام عن السؤال؟ هذا نص عليه العلماء، ذكروا قالوا الإنسان قد يسأل عن السؤال وهو يعرفه، كما فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أسئلة وهو يعلمها، لكن من أجل أن يسمع الناس الإجابات ويتعلموا الدين ويتعلموا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، اللي يعلمه في الواقع جبريل لأنه هو الذي أثار هذه الأسئلة وهو يعرفها. وذلك يستنبط من هذا أن السائل قد يسأل وهو يعلم السؤال إذا أراد وأخلص نية الله وأراد أن تعم الفائدة، وأنا رأى أن هذه النقطة وهذه المسألة مهمة والناس ربما يغفلون عنها أو كثير منهم يغفلوا عنها، وربما تشيع معنى جديد ومعنى يعني الناس يعني في حاجة إليه، وكثير من الأشياء قد تكون هي في خلفية الإنسان ربما يرى أن حكمها قد يكون بالنسبة إليهم غير مجهول، لكن تبقى هي خافتة غير مطبقة في نفسه وليس يعني هناك ما يحفزه إليها، فلما تثار في سؤال ويستفيض الكلام فيها وتوضح مرة والثانية والثالثة والرابعة، ناس حتى من كان غافيا عنها وهو يعلمها ينتبه إليها، لأن الغرض أو الفائدة من العلم هو العمل، لا إنسان يبقى عنده مخزون في ذاكرته من الأشياء وهي راكدة ولا يفعلها ولا يحركها ولا يطبقها، فكثير من الأشياء ينبغي إثارته حتى لو كان إنسان يعلمها من أجل تنبيه وتحفيز الناس إليها والعمل بها. شيخ، والذي يحجم خوفا من أن يتهم بالتعالم من الحضور؟ لا ربما يدخل في الوسواس، لا يحب الإنسان دائما يبقى يبالغ في المسائل، هو إنسان أدرى بنفسه، إذا كان هو الحامل له على هذا السؤال ابتداء هو العقل وهو الحكمة وهو النفع وهو ليس الرياء ولا السمعة، فلا ينبغي أن يلتفت إلى وسواس نفسه، لأن الشيطان له مداخل كثيرة من التلبيسات أحيانا يحجمك عن الطعام ويهمك بأنك مرائي بحيث يمنعك ألا تصلي ولا تصوم ولا تفعل الخير، وكل ما تريد أن تقدم شيء لك لا أنت تريد أن ترى إلى أعصي في هذه المسائل، أنت أدرى بنفسك. قال: هل يجوز للإمام أن ينبه المأمومين بصفة مستمرة أن يغلق هواتفهم النقال قبل أن يشرع في الصلاة؟ ينبغي، لأنه الآن التذكير فيه فائدة، ولأن حتى الشيء الذي يعلمه الناس إذا كان شاع الخطأ فيه يصير شائع، ينبغي إعادته وتكراره ولا يمل منه المذكر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف. تسوية الصفوف مع أن سنة معروفة ومعلومة للناس ومشهورة،
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يصطف الناس يذكرهم ويأمرهم بالتراص ويأمرهم بمساواة الصف ومحالاة المناكب وسد الفرج، لأن أمر كثيرا ما يغفلون عنه ويتناسونه ولا يطبقونه لسبب أو لآخر. وذلك السنة حتى لو كانت معلومة ومعروفة وأحكامها واضحة، ما لم يكثر الخطأ فيها ويشيع الخطأ فيها فينبغي ملازمة التذكير بها. ومنه هذا مسألة الهاتف، هذا كثير من الناس يغفلون عنه، وأحيانا يعمل تشويش، وأحيانا فيه غناء، وأحيانا فيه مفاسد، فلا بأس أن ينبه الناس على هذا. سؤالان. سؤال: توجد امرأة أخذت المنحة التي أعطاها النظام السابق لكل كتيب عائلة في فترة الثورة، والتي قيمتها 500 دينار، وهذه المرأة سمعت عن فتوى حرمة هذه المنحة بعدها، والمبلغ لا زال معها، تسأل ماذا تصنع به؟ هل تنفقه على نفسها وأهلها أم تتصدق به؟ جزاكم الله خير. هي علمت أنها ليس لها حق فيه، يعني هذه يعني بعد أن أخذت 500 دينار علمت، يعني سمعت عن فتوى الحرمة أخذ هذا المبلغ بعد استلامها 500 دينار. أي لكن هي هل تحققت أنها، ما أحيانا ربما عشان يحصل لبس في المسائل هذه، شيء يكون الإنسان من حقه ويظن ليس له في حق، وأحيانا العكس، فإذا يتحقق أن ليس لها في حق فينبغي أن تردها إلى مكانها الأول الذي أخذته منه، يعني إلى خزينة الدولة، وإذا تعذر عليها ذلك فعليها أن تتصدق به في جمعية من جمعيات البر والخير. هي يبدو تسعى عن 500 دينار التي أعطيت، 500 دينار التي في أول القذافي أعطاها. نعم. لا، هذه إذا كانت هي فقيرة لا بأس أن تأخذها، لأنه الفتوى كانت في حينها من أجل أن يعني ينفر الناس من حتى لا يستغلهم القذافي ذلك الوقت، لأن كان الوقت وقت نصرة للمسلمين، ومن يمد يده إلى هذا المال في ذلك الوقت يخذلهم ويتعاطف مع الظالم هذا والفاسد، فكان ذلك الفتوى تؤدي مفعولها في ذلك الوقت. ينبغي الناس أن يكفوا، والواجب عليهم شأن ذلك أن يكفوا، لأن من موالاة الظالمين، ولا يجوز لهم أن يمدوا إليهم. لكن بعد أن فات الأوان وأخذوها، فأرى أن إذا كانت هي فقيرة فلها أن تأخذها، لأنه خلاص هذا من بيت مال المسلمين، وأخذته صحيح أخذته على غير وجه ومكان وتعدد في ذلك الوقت، لكن إذا كانت هي فقيرة لا ينبغي أن تستدين من أجل أن ترده ولا كذا، وإذا كانت هي ليست فقيرة فينبغي أن تتصدق بها. السؤال الأخير: جاء رد سيدنا إبراهيم عليه السلام بالضم في الآية، حتى إذا دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام، قال سلام قوم منكرون، هل هو من باب وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها وردها، باعتبار أن الضم أقوى في التعبير من الفتح؟ نعم، هذا ما في ذلك شك، يعني ذاك رده هو كان أبلغ، يعني لأن بدأوا بالجملة الفعلية نقول سلاما فقال سلام، يعني في الجملة الفعلية هي آكد في الثبات والدوام، والله تبارك وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جزاك الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.